دكتور أحمد هاشم السيد، مدرس الصحة النفسية كلية تمريض جامعة المنصورة. كنا بنتكلم، عايزين نتكلم بقى المرة دي على الهيلث كير بروفايدرز أو الفيزيشنز أو النيرسز أو الناس اللي هم مقدمي الرعاية الصحية، إيه دورهم اتجاه مرضى الدايبيتس؟ لا شك إن هم لهم دور مهم جدا جدا. الدور المهم جدا بيبدأ بإني أعمل أسسمنت أو سكرينينج للمرضى اللي بيجوا لي دولت، او اني والمرضى اللي انا بشوفهم في المستشفى او في العيادات. لازم بعمل سكريننج للدبريشن والانكزايتي والسايكاتريك كوموربيديتي اللي عندهم، علشان اطلع ان هل المرضى دولت مع الدايبيتس بتاعهم هل في سايكاتريك كوموربيديتي ولا ما فيش. ان ده مهم جدا، لان انا مش عايز ما اقدرش افصل بين الفيزيكال سيمبتومز والسايكولوجيكال سيمبتومز. لا، مشكلة ان في باريرز كتيره بتقابلني، ان المريض نفسه ما بقاش بيبقى واخد الموضوع ده كبسيط، يقول عادي ده نتيجه ان انا بس تعبان شويه، او ان انا لسه اول مره اعرف الديزيز او اعرف المرض، او مثلا ده لو كان طبعا فيرست ديسكفري اللي هو اول مره يكتشف انه دايبيتس. فطبعا الكوبنج استراتيجيز بتاعته المريض يا جماعه مش متعلم جاهز، ما هوش عارف يعني ايه كوبنج استراتيجي، مش عارف ان انا اتكيف مع الامور دي ازاي. فبالتالي لازم ان انا اقلل الاسترس على المريض، ان انا اعمل سكريننج. اول حاجه ان انا بعض بشوف الدبريشن والانكزايتي او السايكاتريك كوموربيديتي عند المريض دي عامله ازاي. بالنسبه للهيلث كير بروفايدرز برضو من الدور المهم ان هم لازم ياخدوا تريننج في الموضوع ده. لازم ياخدوا كورسز في الموضوع، ان هم يتعاملوا مع المريض النفسي ازاي، هم هيتعاملوا مع المريض نفسيا ازاي. مريض الدايبيتس لازم اتعامل معاه نفسيا صح، ولازم اشوف ايه احتياجاته النفسيه عشان بناء عليه اقدر احل الاحتياجات النفسيه دي او احل المشاكل النفسيه بتاعته. عملنا سكريننج، هبدا اوجهه بعد كده لو محتاج طبعا سايكو ثيرابيست او محتاج سايكو فارماكولوجيكال دراجز وانترفينشن، وبناء عليه طبعا بيتوجه للايه الفيلد اللي هو ايه يحتاج. تمام.